ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. مدرسة السموزي في الكافيهات أشكال وألوان، كوكتيل سموزي، سموزي مانجا، سموزي الأفوكاتو، سموزي بقى نعمل لكم إن شاء الله الأسبوع الجاي، أو في فرصة نعمله الأسبوع ده بإذن الله، هيعجبكم قوي. سموزي الجرجير بالأفوكاتو ده بتاع المغازي مع عسل، مشروب السعادة ده اسمه مشروب السعادة، أفوكاتو مع جرجير مع عسل، بينضربوا في الخلاط مع مكعبات من التلج وورقتين من النعناع الأخضر. المشروب ده حصري بتاع المغازي، اسمه مشروب السعادة، هنعمله لحضراتكم إن شاء الله. عندنا مانجا وعندنا آيس كريم فانيليا. اخترت الفانيليا ليه يا عم الشيف؟ ما جبتش آيس كريم مانجا عشان المانجا تبقى شخصيتها باينة مع الآيس كريم. ومعانا مانجا، ومعانا ورقتين نعناع أخضر، ومعانا مكعبات من التلج، وحليب مثلج، مش مية لا، حليب مثلج، حلو الكلام، وعصرة ليمون صغيرة جدا. تعال شوفوا نعمله مع بعض إزاي. ابتكار، نعم، عينيا، والله العظيم انت ابن حلال دايما، بتفكرني بالحاجات في وقتها. تعالوا مع بعض نعمل السموزي بتاعنا الجميل. المانجا متقطعه وجاهزه، تحط الورقتين النعناع الاخضر دولك، ناخد المانجا اللطيفه دي. حاضر، عينيا، مخرجنا عايز يشوف لسان العصفور اهو، بس انا عشان شغال في حلويات مش عايز بقى اروح على الحله والجو ده، خليني اعمل الايس كريم بقى، ده قصدي اعمل السموزي. نعم، سوري، على السموزي. انا ليه بقول ايس كريم دايما؟ لان معايا ايس كريم، فانا على طول بعمل الايس كريم، فبلخبط ما بين الايس كريم والسموزي. ومعايا المانجا، هناخد المانجا دي نخليها على جنب كده، وناخد المانجا اللي جاهزه دي نسقط بيها هنا كده. صوت المانجا وهو نازل في الخلاط بيعذبني والله. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ هو ده سموزي طالعه من الفريزر، تجميد عالي او تبريد عالي. خلي بالك، عايزه تعملوا سموزي، خلي الفواكه اللي بتستخدميها، موز، مانجا، جوافه، اي فواكه عايزه تعمليها حطها في الفريزر، يوفر عليك التلج. اهو حبيب هارت، تمام. عصره ليمون حلوه، ناخد الايس كريم، الله اهو حلو. ايه ده قبل ضرب الخلاط يا ايه؟ قبل ما اشغل الخلاط يا ايه؟ السلام عليكم، ازيك؟ السلام ورحمه الله وبركاته، اموريني يا ايه. حضرتك انا كنت عايزه اسال على طاجن الكوارع. طاجن الكوارع؟ اه، عمل طريقه الكوارع. حاضر، عينيا، عايزه طريقه لعمل طاجن الكوارع. اه حاضر، نعمل لك طاجن الكوارع المخليه كمان يا ست الكل تحت امرك. ربنا يخليك، متشكره قوي على الاجابات الجميله اللي حضرتك. ايه رايك في المنيو بتاعنا النهارده يا ست الكل؟ حلو والله، جميل يا شيف. يعني تقدري تعمليه النهارده في الوقت بتاعنا؟ لا، انا النهارده هعمل كوارع، عشان كده بسالك على طاجن الكوارع. ماشي، الف هنا وشفا. الله يخليك، اتفضلي يا ست الكل، اشكرك. الكوارع بتتجاب من عند جزار موثوق منه، والكوارع الأمامية في الشراء، ما نجيبش الكوارع الخلفية. علل ولماذا الكوارع الأمامية بتبقى ملحمة؟ بناخدها دلوقتي بتتباع متقطعة وجاهزة وزي الفل. تاخديها تغسليها كويس بدقيق وملح، وتبقى لونها أبيض كده فلة. تاخديها تحطها في حلة على النار من غير مية خالص، وتخليها لغاية لما تشوحي فيها جامد. قصتك إن تغلي الكوارع وترمي ميتها دي، لأ، شوحيها على النار، هي تنزل مية، لما تنشف الميه دي تبقى هي جاهزه. ترمي عليها البهارات الاتيه، ترمي عليها البهارات الاتيه اللي هو الحبهان اللي هو الهيل، والقرنفل اللي هو المسمار، والقرفه اللي هي الدارسين. انا بقول المسميات لاننا متابعين كبار جدا في الخليج بيحبوا الكوارع، احنا المصريين حببناهم فيها. كل التوابل دي تتحط معاها، وورق اللورا والفلفل الاسود، ونحط الميه بتاعتنا مع شويه بصل متقطع شرايح، مع خمس ست فصوص ثوم، مع ثلاث اربع طماطميات، ونحطهم في الحله ونسيبها تغلي ونسيها. اعملي اللي وراكي في البيت، اعملي رز بشعريه، كسري العيش اللي هتعمليه فته، اسلقي رز، اعملي شويه خضار وهكذا. استوت الكوارع ما تحطهاش في راسك
عشان لو حطيتها في راسك هتقعد كتير على النار. الحاجة لما نفكر فيها وهي على النار بتقعد وقت كبير بتهيأ لنا. انسيها، هتبص عليها تلاقيها استوت بودرة قادر. تاخديها بعد كده تخليها، بقت عندنا كوارع ملزلزة، ناخدها نعمل لها الطشة بتاعتها، تومة وكزبرة يا ست الكل مع فص مستكة. حط فص المستكة في معلقة زبدة، ساحة المستكة، ننزل بالتومة والكزبرة الناشفة، وبعد كده ننزل معلقتين خل وطماطمية مبشورة، ناخد نص الطشة دي نقلبها على الكوارع المخلية، والنص التاني نزين بيها طبق الفتة، وألف هنا وشفا يا ست الكل، وإن شاء الله انتظرها مننا زي ما قالت الأستاذة رحاب الأسبوع القادم إن شاء الله. تعالوا مع بعض الآيس كريم. مفيش حاجة في الفرن يا شفيق، كل حاجة في الفرن، وأنت الفرن لا على النار أهو، مفيش حاجة في الفرن يا غالي. معانا الآيس كريم اللي حطيناه على المانجا مع شوية ليمون، وحطيناهم في الخلاط مع حليب مسلك، هنضرب ده في الخلاط مع بعض أهو. شكرا لصديقي. ده صديقي، ده المساعد بتاعي. شوفي بقى الايس كريم هنا مدي قوام للسموزي. وعلى فكره مقدار الايس كريم اختياري، يعني تحطي معلقتين ايس كريم ماشي، تلات معالق ايس كريم ماشي، اهم حاجه المانجا عندنا مع الحليب المسلج. ده السموزي بتاعنا، بص على الحلاوه والشقاوه. اللهم صل على النبي. يا صبابين العصير زيدوا حالاته. الف هنا وشفا للي يشرب. نعم، ده انت مش متابعني من الاول بقى. احط سكر ليه؟ ما انا حاطط ايس كريم، ما ينفعش احط سكر ولا عسل. انا عايز طعم الايس كريم يتفوق على طعم المانجا، يبقى ايس كريم فانيليا مع طعم المانجا مع ورقتين نعناع اخضر حلوين، حكايه. الف انا وشفا. اللي في الكوز بتاعي ده بتاعي انا بعد ما اخلص. حلو الكلام؟ ناخد ورقتين نعناع كده. ده العصير اللي يناسب السفرة بتاعتنا النهاردة، وأنا بنصحك طبعاً وبنصح كل الإخوة الحبايب إن المياه الغازية سواء أي كان مشروب غازي لا يفضل طبعاً، لأن له يعني مش أنا بشرب بس بكميات قليلة، ما تبقاش موجودة دايماً على الأكل. حلو الكلام؟ ده مطلوب يعني. العصير الفريش أحسن بكتير.